وللحديث عن سيطرة الميليشيات على المعابر والمنافذ الحدودية في العراق وانعكاس ذلك على البلاد، معنا عبر الهاتف من مالمو عبد الرزاق الحيالي المتخصص في ملف الميليشيات. أهلا بك معنا سيد عبد الرزاق. أهلا ومرحبا بك أستاذ. أهلا بك أستاذ عبد الرزاق. بداية، يعني على ماذا تستند الميليشيات في سيطرتها على هذه المنافذ الحدودية؟ الميليشيات الولائية التابعة لإيران مسيطرة بشكل كامل على كل المنافذ الحدودية، وحتى يعني الأمن بالعراق ومفاصل الدولة كلها مسيطرة عليها هذه الميليشيات الولائية، موجودة بالدفاع، موجودة بالداخلية، موجودة حتى بالمؤسسات المدنية. المنافذ الحدودية اللي أنا أعرفها اللي مسيطر عليها حسن الراشد مسؤول منظمة بدر بالبصرة، هذا مسيطر سيطرة كاملة على مدير الميناء، على ضابط السيطرة، على ضابط الارتباط، مسؤول الصحة، الوكيل البحري، وسائل النقل البرية، البضائع الخطرة، أكو بضائع ومواد مشعة عالية الخطورة انفقدت بذاك المكان، ومنها راحت الإيران، وإذا ما راحت بيد الميليشيات الإرهابية اللي تابعة لإيران. الرافعات، الدافعات، كلها مسيطر عليها حسن الراشد مدير منظمة بدر بالبصرة. كل هاي يعني الشعب العراقي يعرفها، لكن من اللي راح يحاسبهم إذا هي الداخلية بدر والجيش بدر الإرهاب بدر؟ احنا لازم أول مرة نطهر المراكز الأمنية والمفاصل الأمنية من هاي الميليشيات الولائية اللي عبثت بالعراق ومستقبل العراق حتى أنت ترجع السيطرة على المنافذ الحدودية والموارد اللي تدخل بالبلد. نعم، يعني اليوم هنا نعم أستاذ عبد الرزاق، يعني هنا السؤال، بناء على ماذا تسيطر هذه الميليشيات؟ على ماذا تستند؟ أنت تعرف الميليشيات الولائية ما شاء الله مقننة، اليوم قننوها يعني انطها صفة قانونية، وهم يعرفون كل الجن إن هي قطاعات وقوات وأسلحة ومشاجب إرهابية. الدولة وياهم، السيد رئيس الوزراء ما قادر يسوي شيء، طلع له بعض العسكري قال له قص دانك، راح رئيس الوزراء ولثم بعلي وقص دانه وخلاه قدام الشعب، يعني ربع الله تستعرض شو وقت ما تريد. اعتقل واحد من حزب الله دخلوا منطقة الخضراء. يعني واضح يعني اليوم الحكومة ما قادرة تسوي شيء، رئيس الوزراء ما قادرة تسوي شيء. الأمنيين أبو رغيف قبل أسبوعين مو أكثر عاقب واحد طلع على قناة الكربلائية، إذا شفتوا بيه كاوة، لأن كاوة ماخذ بيت أخت أبو علي البصري، تراجع أبو رغيف وعاد للخدمة دون أي عقوبة. طبعا هي العقوبة كانت قاسية، أنا مو وياها ولابس ملابس عسكرية وقرى قرآن على قناة الفرات. الهدف وين؟ الهدف أنه لا كلام أبو رغيف ولا كلام مصطفى الكاظمي ولا كلام كل الأجهزة الأمنية قادرة على تدخل هذه الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران. احنا كنا نعرف، وأنا جزء من عدهم، أنا واحد من عدهم، أنا تربيت وياهم بإيران وهم يعرفون كل الزين، واحنا شرحنا يعني بشكل واسع يا جماعة، احنا درسنا شلون نقاتل العراق، شلون نضرب العراق، شلون ندمر العراق. اليوم كل منظمة من منظمات بدر بأي محافظة من المحافظات معناتها تشتغل على ملفين، ملف الاغتيالات وملف السرقات في كل محافظة من محافظات العراق. واليوم توزلوا ذاك جرف الصخر اللي ممنوع على كل أجهزة الحكومية أن تدخل هذا جرف الصخر المحتل، المحتل من قبل الميليشيات الإيرانية الولائية الإرهابية. سيدي العراق ما يحس بالأمن والأمان إلى ما الشعب ينهض نهضة واحدة، و25 إن شاء الله بالشهر يعني الشعب يطلع بالتظاهرات ضد هذه الميليشيات الولائية، ويطالب مصطفى الكاظمي بالكشف عن القتلة اللي قتلوا المتظاهرين واللي قتلوا الشعب العراقي. نعم، بناء على خبرتك في هذا الموضوع سيد عبد الرزاق، يعني ما هو سبب إصرار واستماتة هذه الميليشيات للإبقاء على سيطرتها على المعابر الحدودية للعراق؟ هل أهدافها تقتصر فقط على المادية أم ماذا؟ حبيبي، هاي الميليشيات اليوم هي منها ميليشيات عقائدية ومنها ميليشيات يعني من أجل السرقة، ويعني كثرة الأموال. يعني اليوم منظمة بدر عندها نص مليار بلبنان رايحة بنوك لبنان بس منظمة بدر، طبعا غير الميليشيات الأخرى اللي راح نكشف ملفها بعد أسبوعين ثلاثة إن شاء الله تطلع الأرقام. حتى صار مشاكل مع قاآني وياهم، اليوم صاروا منهم يعني مسيطرين ماديا
ويقول لك احنا ما محتاجين قواني، احنا صرنا يعني بالعراق وسيطرنا على كل المواد والموارد العراقيه وما محتاجين دعم ايران. ومنهم العقائديين اللي لا يقولون احنا مرجعنا ايران، ديننا ايران، اللي سوانا ايران ونبقى نشتغل الايران. وهذول راح يبقون مسيطرين على موارد الشعب وعلى ارواح الشعب اذا ما قام الشعب عليهم وطهر العراق من عندهم. المساله صعبه، ما راح يهنأ العراق لا بموارده ولا بشبابه اللي المفروض يكونون بالمكانات المناسبه. كون يطلعون هذول الولائيين من كل المراكز الموجودين فيها، المراكز الامنيه اللي يطفون الكاميرات من يصير اليوم ابو البايسكل او ابو الموتور، لا تصدقني هذا سبعه او خخيته وجاي يغتال عراق، لا الامنيات طفوا الكاميرات حتى ينفذ عمليته وتابعوا كل الاغتيالات اللي صارت. الكاميرات بالمنطقه اغلبها يطفوها حتى يقطعون المراقبه عليه وينفذ من عندهم، وهو 70 من عندهم اليوم من القتله موجودين بايران يروحون اجازه بايران. نعم، سيد عبد الرزاق، يعني تحدث خبراء عن ان الحكومه في بغداد لربما تواجه ضغوط يعني داخلية وخارجية من أجل الإبقاء على نفوذ الجهات السياسية والمسلحة على المنافذ الحدودية، ما شكل هذه الضغوط برأيك؟ تخادم سيدي، هذا تخادم أمريكي إيراني إسرائيلي، تخادم الكل يخدم البعض، ولكن الضحية هو الشعب العراقي. هاي الميليشيات كلها تابعة تأخذ أوامرها من جهة واحدة، الجهة الواحدة الميليشيات الولائية اللي تأخذها الجهة الإيرانية، لكن ايران في تخادم بينها وبين الامريكان داخل العراق، هاي لك وهاي لي، هذا صار واضح للشعب وهذا صار واضح لكل امتنا العربيه، اليوم كل الامه العربيه مستهدفه من الايرانيين والمشاريع الامريكيه اللي استنزفوا موارد العراق وموارد العرب، واليوم انت تشوف العراق في مازق، اليمن في مازق، سوريا في مازق، حتى حماس اليوم في مازق. وين ما تشوف الذراع الايراني يقول حل الخراب بهذا المكان، والشواهد كثيره. شكرا جزيلا لك عبد الرزاق لحيالي، المتخصص في ملف الميليشيات، كنت ضيفنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك.